سلام، كان عندي سيترون الو ما بغيتش يضيع، الو قلت يلا هنا نديرو مصير مرقد. مهم، ها هو كان بعد قبل كنت درتو، ها هو هذا من 3 شهور، ها هو هذا بعد من 3 شهور، راه ما مثلا كيما نقول لكم ما خسر ما والو مزيان، وغادي نقول لكم الطريقة. خاصنا الملح وسيترون العصير ديالو. مهم، غادي تجيبو هاديك سيترون وغادي تفتحوها حتى لهنايا، ما غاديش تفتحوها حتى للتالي باش ما تفرقش. الوغ كلها مهم، سيترون غادي تفتحوها غير من هنايا، من هنا حتى لهنايا، ها هي كلها في ربعة هكذا، ولكن ما خاصكوش تفتحوها حتى تقسم، نو غير هكذا وصافي. ويا لوغ تفتحوها هكذا وتعمروها من هنايا وتسدوها بالملح، يا لوغ مرة أخرى تفتحوها عاود من هنايا، من هنايا عاود تفتحوها تعمروها بالملح وتسدوها مزيان مزيان هكذا، مثلا ها هي وهكذا. كل السيترونات كلهم غادي تفتحوهم كاملين، ولكن ما تفرقوهمش، ومن بعد تعمروهم بالملح. من بعد ملي غادي تعمروهم بالملح، مثلا غادي ديروها هنايا في واحد هذا زجاجة، وغادي ديروا عليها عاودها، ديروا عليها شويه سيترون، ديروا عليها شويه سيترون هكذا، سيترون هكذا، كله تعمروها بسيترون. الو ومن بعد غادي ضيفوا عليها الملح، ضيفوا عليها الملح كامل هكذا 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 هكذا، ضيفوها بالملح. ومن بعد تقدروا ديروا ماشي غير وحده، راه تقدروا ديروا 5 6 4 4 كاملين، ولكن يكون هذا الزجاج تكون شويه كبيره، راني مهم انا درت هكذا مثال. ومن بعد غادي الا كان عندكم هذيك اللي كتسد بها بالبلاستيك ديالها تسدوها، ولكن الا ما كانش عندكم الوغ ديروا واحد البلاستيك بابيل، هذا بلاستيك الومونتير عليه هكذا، دو عليها بهذاك البابيل، هذاك البلاستيك الاول، ومن بعد ديروا عليها المغطى وتحركوها مزيان وتخليها في واحد المكان ما يكونش فيه الضوء، وتخليوه هكذاك شهر شهر ونص وهكذاك، وتبقاو وصافي وهكذا يولي، وديروه في الاكل مثلا الحام ولا اللي بغيتو نتوما. وهذا هو، ها هي مثلا، ها هي من هذه ملي كانت طابت، هذه عندها هذه 3 شهور كامله، وهذه 3 شهور عندها هذه، وصافي يكون طاب. راني كنت درتو ديجا في هذا في القرعه، ولكن درت بزاف، ما ديروش غير وحده، يعني تقدروا ديروا 3 4، ومن بعد ديروا لهم السيترون العصير نتاع سيترون، ومن بعد تعمروه شويه بهذاك بالملح وصافي، وتخليه في مكان، ولكن تخلوه مسدود مزيان مزيان.